سجدة التلاوة، سجدة التلاوة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. عن عائشة كان يقول في سجود القرآن بالليل مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. من كتاب التيسير سورة الأعراف الآية 200. ويستحب أن يقول: اللهم ارفع بها عني وزرا، وارزقني بها شكرا، واعطني بها أجرا. يا خيرك يا ربي.